السلام عليكم. اليوم إن شاء الله راح نسلط الضوء على برنامج جميل للتعامل مع الصور بالذكاء الاصطناعي بطريقة إبداعية، بيحتوي على العديد من الأدوات لتعديل وإنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي. طبعا حمل البرنامج من الرابط اللي تحت الفيديو بالوصف وبأول تعليق، إن شاء الله راح يكونوا موجودين كلهم، والبرنامج بإذن الله تعالى شغال على الويندوز وعلى الماك كمان. تعال نشغل البرنامج ونعرف إيش ممكن يقدم لنا. عشان نغير لغة البرنامج للعربي من هالقائمة، في خيار اللغة أو language، اختار اللغة العربية أو أي لغة بتحبها. كل هالأدوات رح نشوفها ونحكي عنها واحدة واحدة إن شاء الله. نبدأ مع أول أداة اللي هي أداة تحسين الصور بشكل عام بالذكاء الاصطناعي. مثلا اخترت صورة أبيض وأسود وكمان فيها نويز كثير. بعد اختيار الصورة راح تشوف على اليمين عدة نماذج للتعامل مع الصور، وكل نموذج بيخدم حالة معينة. يعني مثلا في نموذج لتلوين الصور، وآخر لإزالة الخدوش من الصورة، وغيره لتصليح الصورة، وفي لرفع السطوع تبع الصورة، وغيره من النماذج اللي موجودة أمامك. عند الوقوف بمؤشر الماوس على النموذج راح يشرح لك شو هو النموذج ولايش يستخدم. مثلا نختار نموذج تنعيم الوجه، وكمان نحدد انه يكون تلوين الصورة من الأبيض والأسود إلى الملون. ممكن من هالخيارات تحدد مكان الوجه في الصورة لو ما تعرف عليه الذكاء الاصطناعي، واللي نادرا ما يحدث أصلا. تم تلوين الصورة زائد أنه تم تنعيم الوجه بشكل ممتاز، مع أنه الصورة الأصلية فيها كثير نويز إذا بتلاحظ. مثلا نشوف صورة ثانية ونختار نموذج آخر مثل تقليل الضوضاء في الصورة. ركز معي كيف تفاصيل الصورة صارت أنقى وأفضل بمراحل. الحواف تبعت الصورة كمان صارت أنعم وأجمل بشكل كبير. نجرب نموذج تغيير السطوع. زي ما انتم شايفين هيك صارت معنا الصورة. طيب علشان نشوف نموذج إزالة الخدوش، خلينا نجيب صورة ثانية وفيها خدوش. وزي ما انتم ملاحظين هيك الصورة صارت معنا. حاليا خلينا نشوف أداة إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي. بالتأكيد بإمكانك تختار أي ستايل من الستايلات اللي أمامك لتطبيقها على الصور. ممكن تكتب أمر في مربع الكتابة بالأسفل لإنشاء صورة من الصفر، وكمان بإمكانك ترفع صورة خاصة فيك وتكتب أمر للتعديل عليها. وهيك تم تعديل الصورة بكل سهولة. لتحميل الصورة فقط اضغط على سهم التحميل اللي بأسفل الصورة أو بجانبها. تعال نحذف الصورة ونحاول ننشئ صورة من الصفر بالذكاء الاصطناعي بنفس الأمر اللي استخدمته مسبقا مع الصورة السابقة. انتقالا للأداة اللي بعدها واللي هي بورتريه بالذكاء الاصطناعي، طالب مني أزوده بثلاث صور. تعال نجرب نعطيه أربع صور نشوف شو بصير. أوكي، أخذ معانا فقط ثلاث صور والرابعة ما أخذها.
حاليا اختار الأسلوب اللي بدك يتطبق على الصورة اللي راح تطلع معك. والآن ننتقل لأداة إزالة الخلفية من الصورة. مثل ما أنت ملاحظ، حذف لي الخلفية تلقائيا مجرد ما اخترت الصورة بدون ما أغلب حالي. طبعا في عندك تحت أدوات للتحكم في اختيار الأشياء اللي حاب تشيلها أو تخليها في الصورة، وكمان ممكن تغير صورة الخلفية للون موحد لو حبيت. وحاليا مع أداة إزالة شيء من الصورة. أدوات التحديد في الأسفل، إما تحديد بالذكاء الاصطناعي أو بشكل يدوي. بهالبساطة حذفنا سيارة كاملة من خلفية الصورة. ومع آخر أداة واللي من خلالها بتعمل صورة شخصية إلك لجواز السفر أو لهويتك المدنية. طبعا بتقدر تحط لون الخلفية اللي محتاجه، مثلا بالعادة بيطلبوا منا لون خلفية أبيض، وكمان بإمكانك تعدل على المقاسات الخاصة بالصورة على حسب الخيارات اللي موفر لك إياها البرنامج والدول اللي معطيك إياهم. لهون يا جماعة الخير أنا بكون انتهيت. إن شاء الله يكون الفيديو عجبك وأفادك. إذا عجبك وأفادك ومهتم في البرنامج، الروابط تحت الفيديو. فأنا لهون صار لازم أودعكم وأحكي لكم بشوفكم بفيديوهات جاي إن شاء الله. كان معكم أخوكم سعيد من قناة The Breaking Wolf. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.